أهلا بكم. قالت هيئة النزاهة إنها بصدد فتح ملف قضية وصفتها بأنها أكبر قضية لتهريب وغسل الأموال وتزوير المستندات وتهديد واستغلال للمنصب الوظيفي متورط فيها كبار مفتشي وزارة الداخلية وهيئة الجمارك. وأضافت الهيئة أن شركات مملوكة لمتنفذين بشراكة قيادات عليا في وزارة الداخلية وهيئة الجمارك قامت بإدخال 15,000 حاوية تحوي مواد ممنوعة ومنتجات محظور استيرادها بأوراق مزورة مفوتة على خزينة الدولة ما قيمته 570 مليار دينار عراقي، كما أن الحاويات المذكورة لا توجد تحويلات بثمنها، بما يعني أن الصفقة تضمنت غسل أموال. قال نائب رئيس مجلس النواب في العراق بشير حدود إن الحكومة في بغداد هي من تؤخر صرف المستحقات المالية للفلاحين في كردستان العراق. وأضاف حدود أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لم يفي بوعوده في حل أزمة الفلاحين في كردستان، ولم يوافق على صرف المستحقات المالية للفلاحين رغم الضائقة المالية التي يمرون بها. وهذا وكانت لجنة التخطيط النيابية قد كشفت عن وجود فائض في أموال الموازنة العامة لعام 2019، مؤكدة وجود قدرة على تسديد الديون المترتبة على حكومة عادل عبد المهدي. أكد مجلس محافظة بغداد أن إعلان أسماء المقبولين للتعيين في القطاع التربوي مرتبط بموافقة الحكومة في بغداد. وقال مجلس المحافظة إن هناك 10,000 درجة تنتظر موافقة حكومة عادل عبد المهدي على تخصيصاتها المالية من أجل إطلاقها. وأضاف المجلس أنه بانتظار إصدار الضوابط الخاصة بالتعيين من أجل المباشرة بفرز الأسماء المطابقة للمعايير والضوابط التي تضعها للتعيين على ملاك التربية. هذا وكان المحاضرون قد تظاهروا في الأسبوع الماضي أمام مقر حكومة عبد المهدي للمطالبة بالإسراع في التعيين. اشتكى الموظفون في الدوائر الحكومية من عدم الإنصاف والمساواة بين أغلبهم في المخصصات التي تمنحها الحكومة. وقالت اللجنة المالية النيابية إنها بصدد مناقشة أزمة المخصصات ما أجل العمل على توحيدها وتعديلها دون المساس بالراتب الإسمي، مبينة أن بعض الموظفين ربما سيتضررون من تخفيض مخصصاتهم، في حين أن المساواة ستكون حاضرة مع بقية الموظفين في الوزارات الأخرى فيما لو طبقت المقترحات. يذكر أن عدم المساواة بين موظفي الحكومة في المخصصات دفع الكثير منهم إلى الانتقال من وزاراتهم إلى وزارات النفط والكهرباء من أجل الحصول على مخصصات أعلى. أعلن مجلس محافظة البصرة تحفظه على بعض بنود الاتفاق التجاري المزمع توقيعه مع الجانب الكويتي، وأرجع مجلس المحافظة تحفظه إلى أن الاتفاق سينعش موانئ الكويت ويضيق على موانئ البصرة. وقال رئيس لجنة التخطيط في المجلس نشأة المنصوري إن الاتفاقية التجارية فيها مدار على البصرة ببعض بنودها كالبند الثالث الذي يعفي الكويت من الضرائب والجمارك للبضائع الداخلة إلى الموانئ العراقية، مما سيحرم العراق من مبالغ طائلة وينعش الموانئ الكويتية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.